السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم وأخواني، أهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من بغداد. أخواني الأعزاء، اليوم احنا عندنا مقام هو مقام الصبات، ممكن انه نتمرن من خلاله لتقوية الصوت والحنجرة. قبل ما ابدأ، انه يجب ان نعرف انه اكو دورات اونلاين اللي هي 8 محاضرات، ممكن تشترك بها من خلال رقم واتساب اسفل الفيديو. في بغداد ممكن الدورات الاونلاين هي 8 محاضرات، و او نذهب الى بيت الطالب طبعا حقيقه اذا كان في بغداد، واما اخواننا الاعزاء في الوطن العربي او في المغتربين اخواننا في العالم باونلاين طبعا مباشره وياي، وتطبيقات الايمو والسكايب والواتساب واي تطبيق اخر. هذا المقام الصبا مقام من المقامات الحزينه طبعا والمعروفه بالعالم العربي، وطبعا الا الاورجنات المشرقه يلا تقدر تطلع بيها، لكن آلة العود حاضره وجاهزه لكافه المقامات. نبدي مع هذا امامكم هو التمرين، راح ناخذ نتمرن به نقول طبعا نتمرن وش يصير فيج وبعدين نتمرن لا مي فا صول با مي فا صول لا سي لا صول لا صول لا مي فا مي ري ري مي ري دو ري مي فا صول فا مي فا مي ري مي فا مي فا مي ري مي ري دو سي دو ري مي فا صول مي صول فا مي ري سي دا سي لا صلا لا ري لا صلا لا صلا سي لا صل با صل با صل لا صل با مي با مي با صل با مي ري مي ري مي با مي ري دو ري با صل با مي صل با مي ري با مي ري دو ري مي با صل فا مي ري مي ري. هذا التمرين اوكي. الان بالله راس لا 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 لا. قبل لا تأخذون نفس حتى يكون عندكم قوة وتطور بالصوت، وهذا لازم تخليه في بالك إنه هاي القضية جدا مهمة حتى تعرف التمييز بين المقامات، واللي راح ناخذه في دروس قادمة. أتمنى أنه استفاديتوا من هذا التمرين وتحفظوه جيدا وتسجلوه مثل ما قرأت الصولفيج اللي ما يعرف يقرأ نوتة. تحياتي لكم، ولا تنسوا لايك واشتراك بالقناة، وأيضا قضية الاشتراك بالدورات الموسيقية أونلاين مباشرة وياي. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.